بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي. وأما بعد، اسمي محمد مجيب الرحمن من أمير فيصل، رقم تسجيل 19210، وأنا من كلبي 4. اليوم سأشرح التقديم عن الموضوع خلط الناس المتشابهات في العقيدة. هذا التقديم ينقسم إلى 3 أقسام. أولاً، ما هي الناس المتشابهات؟ ثانياً، كيف يفهم العلماء السلف والعلماء الخلف عن الناس المتشابهات؟ وآخراً، ما هو العلاقة بين الناس المتشابهات وعقيداتنا؟ أولاً، ما هي الناس المتشابهات؟ في اللغة، الكلمة متشابهات مأخوذ من كلمة التشابه، يعني يشبه أحد الشيئين الآخر. في اصطلاح، المتشابهة هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفاته له من وجه آخر، بحيث يتشابه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله. بمعنى المتشابهة هو الشيء الذي يوجد فيها الشبهة مع الشيء الآخر. إذن الناس المتشابهات بمعنى الناس في ظاهره إحداث خلط عن صفات الله الذي يشبه صفات المخلوق. ثم هيا ننظر إلى الأمثال ناس المتشابهات. أولا، من سورة طه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن على العرش استوى. كيف استوى هنا؟ هل استوى هو اللفظ المشابه؟ يوجد الشبهة في هذا الآية، لأن الاستواء من صفات المخلوق، صفات الناس. ثم ثانيا، يد الله فوق أيديهم، كيف يد الله هنا؟ ثم وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف جاء ربك؟ ورابعا، وغضب الله عليهم، كيف هذا الغضب؟ لأنه غضب من صفات الناس. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كيف هذا الوجه؟ لأن الوجه من صفات المخلوق، صفات الناس. الآن، كيف يفهم العلماء السلف والعلماء الخلف الناس المتشابهات؟ كما نعرف العلماء ينقسم إلى 2. أولا، علماء السلف، يعني العلماء المتقدمين. ثم العلماء الخلف، يعني العلماء في زمن الجديد. أولا، علماء السلف أو علماء المتقدمين. العلماء السلف يثبتوا الناس المتشابهات إلى الله، والعلماء السلف لم يفسر ولم تأويل الناس المتشابهات لتجنبوا الخلط فحموا في هذه الناس، ولتجنبوا من التفسير الخاطئ. وأيضا العلماء السلف يصدروا المعنى من لفظ المتشابهات على الله، لأن الله واحدا يعرف كل شيء. ولكن علماء الخلف يفسر وتأويل هذه الناس المتشابهات إلى المعنى والمراد مناسب لصفات الله. عند الخلف يحتاج إلى التأويل والتصريف ناس المتشابهات لتجنب الاختلاط الفهم عن ناس المتشابهات بين المسلمين، وأيضا ليحفظوا العقيدات المسلمين. لماذا؟ لأن أولا، ازدهار الإسلام في الواسع، ثم زيارة بلادة الإسلام، وآخرا زيارة المسلمين في كل بلاد. ثم نص المتشابهات عند العلماء. المثال الأول، من سورة الفاتح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يد الله فوق أيديهم. علماء السلف لم تأويل ولم يصرف الكلمة يد الله ويصدره إلى الله فقط، ولكن علماء الخلف تأويل معنى لفظ يد الله بقوة الله العزيز والقوي. ثم المثال الآخر من سورة طه، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى هنا؟ علماء السلف لم يصرف كلمة الاستواء ويصدره إلى الله فقط، ولكن علماء الخلف تأويل هذا اللفظ استوى بسلطان الله.
الآن نقطة مهمة في هذا التقديم، يعني ما هو علاقة بين الناس المتشابهات وعقيداتنا؟ أولا، في العقيدة أهل السنة والجماعة، الله ليس هو كالمخلوق، ليس كالمخلوق، من سورة الشورى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء. صفات الله ليس مثل صفات الناس أو أي صفات المخلوق. الله موجود لا يحتاج إلى مكان والوقت بدون جسم أو بدن أو جسد كالمخلوق. فهذا مهم جدا لتجنب عقيدتنا من فهم المذهب المجاسمة والمشابهة. فالمجاسمة والمشابهة كلاهما ينشر إيديولوجيتهما باستخدام ناس المتشابهات إلى العقيدة للسنة والجماعة، فهذا مهم جدا. في الخلاصة، لابد نحن نحفظ أو نحمي أنفسنا من الإيديولوجيات والمعتقدات الخاطئة والإيديولوجيات المضللة، عقيدة الضلالة. ثانيا، تفسير العلماء الخلف لفظ المتشابهات ليجنب المسلمين نحن من خلط في فحم الناس المتشابهات. وآخرا، يجب نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس له كمثل شيء، وهذا من صفات الله. هذا فقط مني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.